مثل ما تقول نوع من الأرياحية، بوابتها بعيدة نعم، ولكن ما تكون في نص الانطلاقة. انطلق الشوط الحين نعم، مثل ما شفنا خيول رئيس الدولة قلصت الفارق وبدأت تضم. والجدير بالذكر أن كارلوس بدأ يمسك زمام الأمور، وهذا اللي نحن فايقة نعم خذت لها المكان الأريحية على أساس ما تتضارب مع الجياد المنافسة. فايقة ماشية بخطة ثابتة مع كارلوس ومع المهلهل الثاني المهلهل كأول سباق له اليوم. قلت لك يمكن يكون عندهم هذيلا في جعبتهم الكثير. دانة بنت السعودي في وسط الجياد وتبحث لها عن مخرج، ولاحظنا أن الجوكي ما عنده هذاك الكنترول الكبير ريتشارد مولان على دانة. بدأت دانة تأخذ وضعية في المنافسة، ولكن داريوس ديبون نعم، شوف داريوس ديبون الآن ودخول أبو أحمد داخل، لأنهم البوابات خدمتهم، هم طلعوا برا وطلعوا عن الكيك باك. الحين شفنا خيول رئيس الدولة ياسر تدخل منافسة مع المهلل في هذا الشوط، أتوقعناها أنها تكون ثنائية، ولكن إلينا الحين داريوس نعم، إلينا الحين الأول فرق داريوس ديبون بجدارة تاغ أوشي، والثاني اسطبلات رئيس الدولة مثل ما قلت لك توقعينها ثنائية، ويا الثلاثية الرابع طبعا حصان أحمد اللي هو كارلوس حل الرابع مع هذه الخيول. كارلوس من نسل الفرنسي، بارك لصاحب السمو رئيس الدولة الثلاثية اللي هي